بعد منشورات وتعليق وصور ساءت كثيرا للمرحوم الشاب هواري منار، كشف دقائق أدلى بها قبل وفاته بأشهر قليلة في تسجيل صوتي مسرب للفقيد الذي أغفله الكثيرون. حديث يظهر صوت زميلة مشوار المنار الشابة سميرة الوهراني أيضا، استهله الهواري بالقول أنه ضد البهرجة الإعلامية التي تصاحب بعض الفنانين في زيارتهم للمستشفيات، وأيضا عن حفلات كثيرة أحياها لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بالمجان. كما دعا من التسجيل سميرة الوهرانية وكافة الفنانين للمشاركة توعية في هكذا حفلات. احنا لي مسلمون ولي الجزائريين حاجه الاولى من نديروا الخير ديروا بينا وبين رواحنا ونا با بيزوين باش يجوا لي كاميرا يقابلونا كو راني دا زان اوبيتال دي كونسيرو راني مت شوفوا انا الخير اللي نديره ديرها بيني وبين مولانا سبحان الله قالك اسطر يسطرك ربي اي ديو لو سي بلي جو بارل دو موا كو الخير الحمد لله يا ربي نديرو انا ديجا خدمنا ديجا في فور دي جون انديكابي pour des enfants handicapés et à la demande ça a été à la demande c'est une association justement elle a été créée et puis tu sais déjà j'ai la chair de poule ouais. lorsque j'ai eu le téléphone avec mon manager qui m'a dit voilà on t'a appelé parce qu'il savait que j'étais sur Félix Louilaya de lui c'est ce que tu peux faire un passage pour des gens handicapés mais j'ai eu les larmes aux yeux ouais. avec plaisir mais alors vraiment quand tu as de la chance de chanter, ben tu as la chance, ben je te vois. Franchement, Samira, il faut y aller. Oui. Il faut y aller. Ah et oui. je le conseille à tous les artistes. Ah oui. Je le conseille à tous les artistes. Je le dis bien. Parce que vraiment, c'est un truc qui se refera pas. J'ai fait ça, moi. Faut voir les yeux. Les enfants malades. المنار الذي كان عرضة للإساءة من بعض الفيسبوكيين قال بالحرف أن أمنيته افتتاح مخبز التي ترمز حسبه للنعمة وأن يتصدق يوميا ببعض الخبز للفقراء. أنا يا mon projet inshallah c'est d'avoir une boulangerie et puis c'est vrai moi aussi voilà أنا pour moi une boulangerie c'est pas une boulangerie c'est un thème le fait que واحد الخبز 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 هي كلش نعمة الخبز tu peux نجم تمد ما غاديش تقول لي غادي تبيع كل شيء في نهار واحد فوالا سي نورمال ولي يبقى غادي تبيع صباح اللي يبقى صباح فوالا باسكو علاش حنا ربي عطانا نعمه رانا ناكلوا فيها ونصرفوا بها على حسب ما نقدروا الوغ بوكوا با بلو تار دلافونيغ ريح بها بيتي خويا راني مريح بوكوا با واحد يروح يجيب عمره ولا يجيب حاجه من يكبر وراني مع وليداتي خويا ان شاء الله حنا واش نخمو واللي ما عندهش الله يعطيه واللي مريض الله يشافيه واللي كاش ما خاصها ربي يشوف فيه ويدير كما قال واحد ديرها مليحه تلقاها مليحه هذا ما كان خويا شغل نطلبه واللي راه قبال راه قبال فوالا ربي راه كبير راه يشوف على بالها شكاية. وختم المرحوم الهواري بانه في المستقبل لا يرى نفسه الا وهو مرتدي قميص وبان يذهب الى العمره او يحج بيت الله الحرام ويجلس امام اطفاله. Malgré tout, j'ai des buts في راسي. انا يا جو فوا كومون ما كارير جو انفي دو لا فينيغ. تشوف سكو جو بدير؟ دونك راني باغيها يا ربي تكمل كيما راني باغيها انا. راني باغيها ان شاء الله بربي تقيسها وما تقيسنيش. ان شاء الله. يعني. والحجه والعمره وكاع يجيب ربي الوقت. ان شاء الله. بيانتو ان شاء الله نجيبو ثاني المراه وغادي نتزوجو ونجيبو وليدات وتكون معانا في العرس ونتمنى الله يجعل ربي يخلي لي ميمتي. واه كيف امين ان شاء الله. يجعل ربي يخلي لي ميمتي باسكو ميمتي تبكي عليا ميمتي تبكي عليا وترسي عليا مون بير ثاني باسكو جي ان بير اوسي. واه.